يلا يا ميخائيل، هيا نذهب إلى الصف. طبعا عندنا 5 دقائق قبل بداية الصف. يلا يلا يا ميخائيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا ميخائيل، هل يمكنك التوجيه إلى واسو؟ سأكون هناك بعد 5 دقائق. ماذا حدث؟ لا أعرف، ولكن أجب أن أذهب إلى أوسن. طيب، سأشوفك في خطر. طيب، ماشي. تعال وأكلت يا ميخائيل. يا ميخائيل، هل أتيت طالب دعاء؟ شو؟ هل أتيت دعاء إلا طالب؟ لا، ولا أعرف ماذا تتكلم عن. لا أزو، أنت تقول الحقيقة. طالب من مسكنك قال إلا إنه أنت أتيته دعاء. لا، ما أتيت أي أشياء إلى أي أحد. أنت تقول لي إنه يكذب؟ نعم. يا ميخائيل، من فضلك ممكن انتظر في الخارج وسوف أخذ طالب. يا الله، تتغيب عن صف الفيزياء بسرعة من فضلك، لأنني لا أريد أن أتغيب من صف أخرى. طيب يا محمد، أخبرني بما حدث. كنت لا أستطيع أن أنام لأنه لدي وجع رأس، فذهبت إلى غرفة ميكيل وأعطاني بنادول. طيب يا ميخائيل، أخبرني بما حدث. كنت في غرفتي حتى الساعة 10:30، وبعد ذلك عملت تشيك إن إلكترونية للطلاب في مسكني، وفي الساعة 11:45 كل طلاب يجبون أن ينام. بس هل أنت متأكد أنك ذهبت إلى خلف ميخائيل؟ نعم، ولكن كان لدي وجع رأس، فلست متأكدا من أعطاني الدواء. أستاذ، ليس عندي دواء في غرفتي. واحد منكم لا يقول الحقيقة. طيب، ولكن سوف أشوف خلفتهم. طيب أستاذ، تفعل ماذا تريد؟ طيب، شكرا يا ميخائيل، تذهب إلى الصف. شكرا أستاذ روجي. يا الله، ورقة
السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا يا مخيي. هل يمكنك تجي إلى OSO؟ طيب سأكون هناك بعد 5 دقائق. طيب على مشكلة خالص ولا حقيقة إنه هو يكذب عن كل شيء، ولأنه كذب سيخسر عديسي أخيرا، يفضل لي عن الأمس.